بسم الله الرحمن الرحيم. سنبدأ اليوم بالفصل الثاني chapter 2 بعنوان survey measurements القياسات المساحية و and errors والأخطاء. definition of measurement تعريف القياس. measurement is a physical operation that usually consists of several more elementary operations. إذا القياس هو عملية فيزيائية، تتضمن عادة على عدة أعمال أساسية. elementary operations. such as عمل لك preparations كأعمال الإعدادات، مثل instrument setup اللي هي التمركز بالجهاز فوق نقطة الوقوف، أو أعمال الكاليبريشن معايرة للجهاز، أو كليهما. إذن preparations pointing التسديد إلى النقطة المرصودة، matching المطابقة لإجراء قيمة القياس، and comparing ومقارنة للقياسات. إذن القياس هو عملية فيزيائية تتضمن على عدة أعمال أساسية. مثلا لو كان لدينا النقطة A اللي هي نقطة الوقوف station بنسميها، وعندنا نقطة أخرى نقطة B اللي هي بنسميها observed point، يراد رصد الاتجاه من A إلى B. باستخدام جهاز الثيودولايت نقوم بالتمركز فوق نقطة الوقوف باستخدام جهاز الثيودولايت، وجعل المحور الرئيسي للجهاز يمر من النقطة. المحور الرئيسي دوما ينطبق على اتجاه الجاذبية الأرضي المار من نقطة الوقوف. بعد ذلك نقوم بالتسديد إلى النقطة B، ثم إجراء المطابقة وتسجيل قيمة القياس. إذن دوما القياس يشتمل على عدة أعمال أساسية. هل هناك فرق ما بين مصطلح ميجرمنت القياس ومصطلح observation الرصد؟ يقول لك no measurement is made until something is observed، أو ليس هناك قياس إذا لم يكن لدينا شيء ما مرصود. وبالتالي فإن مصطلحي القياس والرصد are often used synonymously. إذن دوماً مصطلح observation الرصد ومصطلح القياس لهما نفس الاستخدام. ويمكن القول أن لدينا قيمة مرصودة observed value أو قيمة مقاسية measured value. ليس هناك أي فرق ما بين المصطلحين. survey measurements القياسات المساحية. ذكرنا سابقا أن القياسات المساحية تقسم إلى two categories، فئتين اللي هي المسافة، فئة المسافة أو linear measurement قياس الخطي، والزاوية اللي هو angular measurement القياس الزاوي. مسافة حسب المستوى الواقع فيه تقسم إلى horizontal distance أو vertical distance أو slope distance مسافة المائلة. الزاوية أيضا تقسم إلى horizontal angle وإلى vertical angle. ذكرنا سابقا أن المسافة الأفقي والزاوية الأفقي، إذن الـ horizontal distance يمكن من خلاله تحديد الـ position في المستوى الأفقي XY، بينما الـ vertical distance يمكن تعيين البعد التالي Z. هلا إذن vertical distance نعين البعد التالي. يبقى لدينا من فائدة من الـ slope distance و vertical angle. سنرى أن الـ vertical angle و slope distance يمكن استخدامه لتعيين horizontal distance وتعيين الـ vertical distance. إذن لدينا خمس قياسات
كقياسات مساحي يمكن تحديدها اللي هي horizontal distance, vertical distance, sub distance أو horizontal angle و vertical angle. لو نظرنا إلى الشكل هذا لدينا نقطة الوقوف هون station، ولتكون نقطة A لدينا النقطة المرصودة الأولى اللي هي نقطة B observed point، والنقطة C النقطة الثانية. طبعا مركزنا بالجهاز total station فرضا فوق النقطة A، بأن نجعل محور رئيسي vertical axis يمر من نقطة الوقوف station، وباستخدام ما يسمى spirit level اللي هي البابل فقاعات يمكن ضبط الجهاز حتى نجعل هذا المحور موازي لاتجاه الجاذبية الأرضي أو منطبق عليه وهو ما يسمى direction of gravity أو plumb line. بينما نضع البريزم على النقطة المرصودة B والنقطة المرصودة C، وبالتالي لدينا مستويين. الأول مستوي عمودي يمر من اتجاه AB ويمر من المحور الرئيسي للجهاز، والمستوي العمودي الآخر يمر من الاتجاه AC والمحور الرئيسي للجهاز. أصبح لدينا مستويين عموديين يمران من اتجاهان الأول والثاني. الزاوية بين المستويين العموديين، هاي الزاوية في المستوى الأفقي نسميها horizontal angle، الزاوية الأفقي. إذا الزاوية الأفقي هي الزاوية بين الاتجاه A B والاتجاه A C في المستوى الأفقي، هاي الزاوية نسميها الزاوية الأفقي. بينما المسافة هاي المائلة، هاي مسافة في الفراغ نسميها المسافة المائلة، مسقطة على المستوى الأفقي، هاي المسقطة اللي هي التقاطع ما بين المستوى الأفقي، هذا المستوى الأفقي، وما بين المستوى العمود الأول المار من الاتجاه، ما بين المستوى العمود الأول المار من الاتجاه AB. بينما لو أخذنا النقطة A نقطة الوقوف والنقطة المرصودة C الاتجاه AC، لدينا هاي المسافة المائلة ما بين A و C، مسافة المرصودة بالفراغ مسقطة على المستوى الأفقي، هي تقاطع المستوى العمودي، هاي المستوى المار من اتجاه AC مع المستوى الأفقي، هذا الخط هو عبارة عن الهوريزونتال ديستانس. طيب الفيرتيكال ديستانس، فيرتيكال ديستانس في المستوى العمودي هي المسافة، مسقط المسافة على المحور الرئيسي تكون المسافة العمودية. طيب الزاوية العمودية هي الزاوية بين المحور الرئيسي للجهاز، أي الزاوية بين المحور الرئيسي للجهاز والاتجاه المرصود في المستوى العمودي، أي نسميها الفيرتيكال أنجل، ونوعا نحن نسميها زينث أنجل، مسافة أو زاوية الزينث. إذا صار عندنا مسافة أفقي، مسافة مائلة، مسافة عمودية، زاوية أفقي، زاوية مائلة. الزاوية الأفقي دوما فرق اتجاهين في المستوى الأفقي كالاتجاه AB و AC، بينما الزاوية العمودية هي الفرق ما بين المحور الرئيسي والاتجاه المرصود في المستوى العمودي. تمام؟ إذا هي الزاوية باعتبار أن صفر الجهاز ينطبق دوما على المحور الرئيسي للجهاز، وبالتالي بنقول نحن الزاوية العمودية هي الزاوية بين المحور الرئيسي والاتجاه المرصود في المستوى العمودي. لو جينا نحن بسطنا الرسم بشكل أفضل، أخذنا هاي النقطة A وهي النقطة B وهي النقطة C في المستوى الأفقي، عندك هاي RB وعندنا RC، اتجاه أول في المستوى الأفقي المرصود، اتجاه الثاني في المستوى الأفقي اللي هو RC. الزاوية هاي ثيتا اللي سميناها الزاوية الأفقي، ثيتا تساوي RC minus RB في المستوى الأفقي. لو رجعنا للسلايد ليفل لاحظ هي هاي الزاوية بين هذا الاتجاه،
هذا الاتجاه، وهذا الاتجاه في المستوى الأفقي هي مسميها ثيتا، بين اتجاه RB والاتجاه RC. ولذلك نحن حنقول هذا مستطرف في المستوى الأفقي حنسميه نعطيه برايم وRC برايم، بينما النقطة بالفراغ، النقطة B هي بالفراغ، هي مسقطة هون B برايم، وهي C مسقطة C برايم. فلو رصدناها بالفراغ هاي حتكون هذا المحور رئيس الجهاز، هاي الزاوية هي عبارة عن vertical angle، وهاي الزاوية من هون لهون للاتجاه هاد شو تمثل؟ vertical angle، عفوا vertical angle لأي محور؟ للاتجاه AC، وهي vertical angle للاتجاه AB. إذا في المستوى العمودي الأول وفي المستوى العمودي الثاني. إذا إذن الزاوية الأفقي، الزاوية العمودية، المسافة هاي نقطة B، المسافة هاي بتكون مسافة مائلة، هذا عنا الزاوية قائمة، وبالتالي هذا نفس الشيء موازي له بكون الزاوية قائمة. إذن هاي المسافة بنسميها slope distance. في المستوى الأفقي هون بتكون horizontal distance و vertical distance، بمعنى هون vertical distance، horizontal distance، slope distance، هي عن الزاوية اللي هي vertical angle، وهون عنا تعامد أيضا، وبالتالي من slope distance وال vertical angle فينا نحسب ال vertical distance شو تساوي؟ vertical distance تساوي slope distance في هاي الزاوية ب cosine vertical angle، بينما ال horizontal distance تساوي slope distance في sine vertical angle. إذا هاي مفهوم القياسات الخمسة. لو رجعنا لهون هاي الزاوية، لاحظ هاي الزاوية عندك من هون لهون هاي vertical angle، وهي الزاوية vertical angle، هذا عنا الخط اللي هي slope distance، فيها horizontal distance، هاي عنا horizontal distance للاتجاه AC، هذا vertical distance للاتجاه AC، وهاي عنا اللي هي slope distance للاتجاه AC. فبالتالي slope distance هي عبارة عن الوتر في المثلث القائم الذي ضلعه اللي هو vertical distance المسافة العمودية، والhorizontal distance المسافة الأفقية. هلا المحور الرئيسي للجهاز لو جينا نعرفه، شو من أولاد المحور الرئيسي للجهاز؟ محور رئيسي منقول المحور الرئيسي دوما قلنا موازي لاتجاه الجاذبية الأرضية، أو منطبق على اتجاه الجاذبية الأرضية المال بالنقطة المعتبرة، بينما المستوى الأفقي هذا المستوى الأفقي هذا يمثل ليفل سيرفيس، سطح السوي. هذا السطح ينطلق من وين؟ من نقطة الوقوف، من نقطة الوقوف وباتجاه النقاط المرصودة، وهو دوما عمودي على المحور الرئيسي. بينما المستوى العمودي منين بينطلق؟ هذا المستوى العمودي ينطلق في اتجاه موازي للمحور الرئيسي دوما، ينطبق في اتجاه موازي للمحور الرئيسي، هذا المستوى العمودي وهو عمودي على المستوى الأفقي. المسافة الرئيسية نحن قلنا دوما تقاس على طول المحور الرئيسي، هاي المسافة العمودية على المحور الرئيسي،
وهي تستخدم لتعيين فرق الارتفاع ما بين النقاط، بينما المسافة المائلة شو تمثل؟ هي أقصر مسافة بين نقطتين، shortest distance between two points، اللي هي ما بين instrument الجهاز وما بين التارجت اللي هي الهدف أو الشارع المساحي. هاي المسافة مثل ما قلنا تمثل وتر هالمثلث هذا اللي ضلعة اللي هي vertical distance والhorizontal distance. طبعا المسافة الأفقي شو هي من المسافة الأفقي؟ المسافة الأفقي دوما واقع وين؟ في المستوى الأفقي ما بين نقطة الوقوف والنقطة المرصودة. طبعا المسافة الأفقي المسافة العمودية يمكن أن حسابه إذا قمنا برصد المسافة المائلة بالإضافة إلى الزاوية العمودية عن طريق حساب فيثاغورس. القياس الخطي في المستوى الأفقي اللي هو linear measurement المقصود فيه المسافة يحدد مثل ما قلنا المسافة الأفقي بين النقطتين، لكن هالمسافة بدنا ننتبه إنه هاي المسافة دوما منقيسها بالفراغ عبارة عن straight line كاستقامة، بينما فعليا هي يجب أن تأخذ الشكل الكروي للأرض اللي هي الانحناء إذا كانت إن المسافة طويلة. إمتى طويلة؟ أطول من 1 كيلومتر، وبالتالي يجب إرجاع للسطح الحقيقي للأرض واللي هي سميناه أقرب سطح لسطح الأرض سميناه سطح الجيود. ذاك نحن قلنا أن سطح الجيود تعاد للقياسات، وحنشوف كيف العملية هاي بالتم. إذن هاي المحور الرئيسي مثل ما حكينا دوما منطبق أو موازي اتجاه الجاذبية الأرضي واللي يسميه بلمب لاين خيط الشاقول. هاي الهوريزنتال بلين المستوى الأفقي، عندك الفيرتيكال بلين المستوي العمودي. طبعا المستوى العمودي دوما عمودي على المستوي الأفقي perpendicular to the horizontal plane، والvertical distance نحن قلنا وين محمولي على vertical axis. Slope distance قلنا هي عبارة أقصر مسافة بين النقطتين، بينما مثل ما حكينا إنه من خلال ال horizontal والvertical distance ممكن شو نحدد أو ممكن نحدده باستخدام الـ slope distance والـ vertical angle. طبعاً قلنا إن المسافة لو طلعنا هون على سطح الأرض، المسافة اللي عم نرصدها نحن على سطح الأرض دوماً مسافة هي عبارة استقامة. هاي المسافة لا تظهر فيها كروية الأرض، وبالتالي نحن دوماً إذا كان المسافة أقصر من 1 كيلومتر ما بنعتبر التصحيح على المسافة، ما بناخذ له كوركشن تصحيح او ريدكشن بسميه ارجاع، وبالتالي تعد المسافة هي نفسها المقاس من الجهاز، ولكن شرط تكون المسافة قصيرة يعني اقصر من 1 كيلومتر. عندما تتجاوز المسافة المقاسة 1 كيلومتر تصبح من المسافات الطويلة، وبالتالي تظهر كروية الارض، ولا بد من ارجاع المسافة الى سطح الجيود سطح الارض. سطح الأرض بمعنى أن المسافة الأفقي يجب أن تأخذ الشكل الحقيقي للأرض وهو كروية الأرض، يدخل ما يسمى كارفيتشر. اللي هو كارفيتشر الكروي للأرض، إنه تأخذ بعين الاعتبار كروية الأرض، وبالتالي نعيد المسافة المقاسة إلى السطح الطبيعي للأرض واللي هو أقرب سطح سميناه سطح الجيود. إذا هاي ننتبه لها دوما المسافات الطويلة نجري عليها تصحيحات. هذا الشكل أيضا يوضح لنا هون الـ vertical الـ horizontal angle مثل ما حكينا، هاي الـ horizontal angle بين المستوى العمودي الأول والمستوى العمودي الثاني، بينما الـ vertical angle بين المحور الرئيسي واتجاه المرصود، هاي vertical نسميها angle. أيضا هذا الشكل عبارة عن شكل توضيحي أيضا لأنواع الزوايا الأفقي والزوايا العمودي. لاحظ هذا المستوى العمودي الأول، هذا المستوى العمودي
عندك المستوى العمودي الأول، وهذا عندنا المستوى الأفقي. الزاوية عندك ما بين اللي هو OE و OC، هاي نسميها vertical angle. هلا حناخد units of angle measurement، وحدات قياس الزوايا. عندنا نحن في المساحة نتعامل بقياس الزوايا بنظامين. الأول نسميه sexagesimal نظام، هذا نسميه ستيني، حيث تقسم الدائرة إلى 360 جزء، كل جزء بنسميه درجة، تبدأ من الصفر إلى 360 درجة. معناتها تقسم الدائرة إلى كم جزء؟ من صفر إلى 360 درجة، إلى 360 جزء، وكل جزء بنسميه ديجري اللي هو درجة، وكل واحد درجة تقسم إلى 60 جزء بنسميه دقيقة مينت، وكل واحد دقيقة تقسم إلى 60 جزء يسمى ثانية. إذن هذا النظام نسميه نظام ستيني اللي هو نظام degree minute وسكند. هذا النظام تكتب في الزاوية على الشكل درجات فراغ دقائق فراغ ثواني. عادة الرقم درجات والدقائق بيكون رقم صحيح انتجر، بينما الثواني تكون رقم ريال حقيقي، بمعنى في فاصل 20 يعني. إذا هذا النظام بنسميه نظام مئوي. لو أخذنا هاي الزاوية عندك 15 درجة و 20 دقيقة و 30.51 ثانية. طبعا احنا بالآلة الحاسبة وقت مندخل ممكن ندخل هذا النظام الستيني، وفي نظام آخر بالدرجات تكتب الدرجة أيضا، هاي الدرجة نفسها ممكن نكتبها إلى 15.3418 درجة، هذا نسميه ديسيميل 20. طبعا بالمساحة نتعامل مع النظام الستيني، ولكن بالحسابات النظام المئوي موجود لدينا. تبقى الدائرة تقسم من صفر إلى 360 درجة. كيف يتم التحويل ما بين النظام الستيني والنظام المئوي بالدرجات؟ لاحظ المثال هون، عندنا 15 20 30، شو بنساوي؟ عندك 15 درجة، هاي العدد الباقي هاي الزائد درجات، إذا بنقول عن قيم 15 بنحط بوينت، هاي الدرجة. الرقم هذا 20 هو دقائق، حتى نحوله إلى 10 بنقسمه على 60، رقم 60 اللي هي دقيقة. 20 على 60 بيطلع معنا 0.3333، فشو بنقول؟ هذا الرقم بلس 30.51 اللي هو ثواني، بنقسمها على الدرجة 3600 ثانية، وبالتالي صار عندك 15، وهذا الرقم اللي هو تحول لدرجات هاد 15، وعندك صفر فاصل درجة يجي من الدقائق، وعندنا الرقم هاد 0.005 كمان درجات، مجموعهم حنجمع هاي 8.11.4.15 درجة. هذا عبارة عن تحويل من نظام مئوي لنظام، من نظام ستيني إلى مئوي. هلا تحويل العكس، إذا بدنا نحول من هذا النظام الستيني، التحويل العكسي هو التحويل من النظام الستيني إلى المئوي. هلا التحويل العكس
من النظام المئوي إلى الستيني، منه عندك الرقم 19 درجة بوينت 728. كيف بدك تحوله لنظام اللي هو الستيني؟ منه ال 19 هي عبارة عن درجة والباقي أظن الدرجات 19 درجة. ناخذ الحد اللي هو الفاضل معنا 0.728، نضربه بالرقم 60. ضربناه ب 60، هذا ال 60 اللي هو الدقائق، بيطلع معنا الرقم. هذا الرقم الحد اللي هو الصحيح منه بناخذه عبارة عن دقائق. بعدين فاضل عنا الرقم اللي أقل من الدقائق، نضربه ب 60 اللي هو 168 بالألف، نضربه ب 60 بيعطينا الثواني الموجودة. هذا بيمثل التحويل من النظام الستيني، من النظام عفوا المئوي إلى النظام الستيني. طبعا بالآلة الحاسبة كيف بندخل النظام الستيني؟ في عنا بالآلة الحاسبة هنا في هذا الزر، هذا الزر له الشكل التالي عبارة عن فواصل. فنحن مندخل أي رقم مثلا 17، نكبس الزر 17، بعدين نضغط مباشرة الفواصل. هاي ندخل مثلا 17 درجة 10 دقائق و 20.1 ثانية. ندخل رقم 17 نضغط على زر الفواصل، بعدين العشرة أيضا نضغط على زر الفواصل، بعدين 20.1 نضغط على زر الفواصل. إذا كل ما مندخل رقم 17 نضغط زر الفواصل، ندخل 10 نضغط زر الفواصل، هاي زر الفواصل بوتن، بعدين 20.1 نضغط زر الفواصل، بنلاقي الرقم دخل معنا بالنظام الستيني. تضغط الزر مرة ثانية بتحول للنظام المئوي. ضربه بأي عدد الستيني، بأي عدد بتحول لعندك نظام مئوي. اضغط على الزر مرة ثانية بتحول لنظام ستيني. بهالشكل هذا نقدر نتعامل مع النظام الستيني بالآلة الحاسبة. النظام الآخر هو نظام بنسميه سنتسيمال، اللي هو نظام الجراد، بسموه جراد اللي هو جي ار، او بسموه الاوروبيين جون، نظام الجون. الجون تقسم الدائره من 0 الى 400 جزء. اذا من 0 كل جزء بنسميه جراد، الى 400 جزء اللي هو جراد، وبالتالي كل واحد جزء هو جراد. يقسم الى 100 جزء بنسميه دقيقة جرادي، وكل واحد دقيقة جرادي تقسم إلى 100 جزء نسميها ثاني جرادي، ويكتب الرقم بفاصل 20 ديسيمال. مثل الرقم عندنا 35.1324 جراد. طيب هلا حناخد التحويل من نظام الجراد لنظام الدرجات او بالعكس. طبعا كيف عمل التحويل؟ بنقول نحن كل 200 جراد او 400 جراد ما بتفرق تمثل نصف الدائرة بالدرجات اللي هي 180 درجة. كل جزء بدك تحوله شو بمثل لك هون؟ اكس. وبالتالي لاحظ عامل التحويل شو بمثل؟ اللي هو 200 على 180، هون 200 جراد هون درجة. هذا العامل التحويل نستخدمه للتحويل من الدرجات إلى الجراد. درجة الوحدة هاي مع الوحدة هاي تحول لجراد. لو بدنا نحول من جراد لدرجات نضرب بالعكس، 180 درجة على 200 جراد. يعني لو قلنا 100 جراد كيف نحولهم لدرجات؟ نضربهم 180 درجة على 200 جراد. هلا الجراد مع الجراد كوحده بتروح شو بيبقى؟ وحده الحد بالدرجات. لو فرضنا بدنا نحول واحد سي، بدنا نحوله الى واحد الى عفوا
بالنظام الستيني إلى ثاني، كيف يتم عملية التحويل؟ منقول واحد سي ضرب، طبعا السي من نظام اللي هو سنتسيمال اللي هو نظام الجراد، والثاني اللي هو نظام درجة من السكن، إذا هذا جراد وبالتالي هذا بنضربه بعامل تحويل الجراد، قلنا وين بيجي هون 200 جراد، هون 180 درجة، لكن هاي جراد هاي سي، شو بدنا نضرب بمي؟ تحول هذا وحدته للسي، سي حولناه لوحدة سي اللي هي دقيقة جرادي، السي هاي الوحدة مع هاي بتروح معنا بيبقى 180، بس شو بدي اياها نفس ثواني، فمضربه 360 اللي هي 3600، معلش خلينا نحطها بالتفصيل 3600 اللي تمثل 60 دقيقة ضرب 60 ثانية. إذا هذا عامل التحويل حيتحول معنا بهالشكل هذا، يعني بيساوي اللي هو 180 درجة ضرب 3600، هنا صار عندنا ثاني على صفرين سي. أيوه طيب لو عندك واحد أو 10 ثانية بدك تحولها للسي سي، كيف نحولها؟ طبعا هالدرجات منقول العشرة ضرب أي ثانية، عامل تحويل 180 درجة ضرب 60 نحولها دقيقة ضرب 60 ثانية، صار عنا هذا إذا بالثواني، مع الثواني راحت وبنحط نحولها للسي، سي معناتها نحط 200 جراد ضرب 100 سي ضرب 100 سي سي، إذا صار وحدته هذا الناتج، هلا حيطلع معنا الناتج سي سي، هاي عمليات التحويل. عنا نظام آخر نتعامل فيه بالحسابات هو ما يسمى الريديان، نظام الريديان. نظام الريديان ليش بنستخدمه؟ نحن عادة ما نستخدمه إجراء القياسات بهالنظام، حيث تقسم الدائرة في عندك دائرة من صفر راديان إلى 2 باي براديان. معناها الراديان شو يمثل؟ لو أخذنا هاي مركز دائرة، الراديان هاد واحد راديان شو بيساوي؟ هو عبارة عن الواحد راديان عبارة عن دائرة لها نصف قطر R تمام، وقوس من هذه الدائرة طوله أيضا شو بمثل R. السبب نحن عنا ما يسمى المحيط بريميتر أو سيركونفرنس اللي هم سمين المحيط يساوي 2 باي في R، 2 باي بنوصف فيها اللي هي ثيتا اللي هي زاوية القوس، وبتكون دائرة كاملة بتكون زاوية 200 بتكون 2 باي أو 400 جراد أو 360 درجة، وبالتالي واحد راديان بدك اياها الزاوية، إذا ثيتا تساوي في على R، فإذا كانت هاي البي تساوي R فبالتالي ثيتا شو تساوي؟ واحد راديان. إذا راديان واحد هو عبارة عن الزاوية المركزية المقابلة لقوس، طول هذا القوس هو عبارة عن نصف قطر الدائرة. إذا هذا باي، وين بنستخدم الباي؟ لاحظ إحنا هذا النظام شو قلنا؟ قلنا المحيط هون ثلاثة زاوية وحدتها راديان، فلو كان هاد وحدته بالمتر فمتر مع متر هتروح الوحدة هيبقى راديان، بينما عنا
لو أخذنا الزاوي فرضا، قلنا زاوية 6 تساوي 60 درجة. طيب المحيط شو يساوي؟ يساوي 6 للقوس 6 مضروب في R، R يساوي 10 متر. طيب هل يمكن القول أن المحيط يساوي 60 درجة ضرب 10 متر؟ محيط شو لازم يكون وحدته متر، لكن فعليا هون شو يطلع؟ الوحدة متر درجي، وبالتالي فيزيائيا هذا خطأ. حتى نحن نجعل الزاوية بسموها دايمنشنلس بدون وحدة، بنحولها لنظام الراديان حتى نقدر نحسب المحيط. إذا وانت بتستخدم الزاوية مضروبة بعامل أو مقسمة عليه أو بثابت، يجب أن تكون الزاوية بالراديان حتى نقدر نحسبها ويتحول بدون وحدة. فإذا قلنا هون 60 درجة ضرب، نحولها للباي ضرب باي منقسمة على 180 درجة، درجة مع درجة راحت، شو بيبقى وحدته راديان؟ شو معنى راديان؟ يعني دون وحدة. اضربه بعشرة متر، هلا حيطلع معنا المحيط شو وحدته بالمتر الصحيحة. وبالتالي يجب الانتباه إلى عملية التحويل دوما الزوايا المضروبة بطول أو مقسمة على طول أو مضروبة بثابت ما لتحويلها بدون بعض. إذا نحن نستخدم نظام الريديان لإجراء الحسابات الرياضية. طيب التحويل من النظام الريديان للستيني أو المئوي، عادة نفس الأسلوب عامل التحويل. مثلا عندك 15 درجة حولها للراديان، نضربها بباي لأنه باي تقابل 180 درجة على 180 هاي. أو إذا عندك بالمئوي 20 جراد ضرب باي على 200 جراد، هاي عملية التحويل. خلينا نأخذ مثال آخر لعملية التحويل. هنحذف القياسات هاي اللي كتبناها. ناخذ مثال، مثلا عندك 20 ثانية بالنظام الستيني، كيف يتم تحويله إلى راديان؟ 20 ثانية، منقول 20 ثانية ضرب، نحولها نحن لراديان، باي على 180 درجة ضرب 60 دقيقة ضرب 60 ثانية، أي عملية التحويل. لو كان عندك 31 سي، نحولها راديان، نضربها بباي على 200 جراد ضرب 100 سي، هاي يتم تحويلها أيضا لا سي، هاي للثواني الستيني يتم تحويلها للثواني الستيني. لدينا وحدات أخرى لقياس المساحات اللي هي مسمية أولا اللي هي إيكر. إيكر مقصود فيه فدان، يساوي 4047 متر مربع. الهكتار، هكتار اللي هو يمثل 10000 متر مربع. طبعا 1 هكتار هو عبارة عن 1% من الكيلومتر مربع، وواحد هكتار يساوي 2.470 إيكر اللي هو الفدان. وعنا دونم اللي هم يمثل 1000 متر مربع، بينما القدم المربع تمثل 93 بالألف من المتر المربع، والواحد يارد مربع يمثل 836 بالألف من المتر المربع. هاي وحدات الأطوال. عنا بعض الأمثلة الموجودة سيتم حلها بالدروس المقبلة.
عن الزوايا وأيضا عن المسافات. وبهيك بنكون خلصنا محاضرة اليوم، وشكرا جزيلا.